كانت بدايتي بداية صغيرة ونشأت في أسرة متوسطة الدخل، قررت أني أنا أستقل بعملي الحر. من هنا بدأت أفكر إيش اللي ممكن أسويه، فوجدت أن المشاريع كلها تتميز بزخارف إسلامية أو مشربيات إسلامية على واجهاتها، وكانت تصنع من الخشب. فقلت لو أنا قمت بعمل هذه المشربيات من الألمنيوم أعتقد أنها تكون شيء جديد وملموس. فعلا بدأت أجتهد بالبحث حتى قدرت أن أنا أصنع النموذج الأول من هذه المشربية، وبدأت أذهب إلى المشاريع أعرض لهم هذه المشربية. أول مشروع كان مبلغ كبير مما اضطرني أن أشتغل ليل ونهار حتى أنا أوفي بعقدي. لم أكتفي بصناعة الألمنيوم، فبدأت بصناعات أخرى. عندنا مصنع للوحدات السكنية والكباين المتنقل اللي هي مودلر هاوسز، عملنا مصنع لأطباق الألمنيوم اللي هي من الفويل. في 2016 عندما جاء سيدي سمو الأمير محمد بن سلمان برؤية 2030، دعمتنا أكثر في إنه إحنا نتوسع في صناعتنا. بدأنا في إنشاء أول مسبك لصناعة الألمنيوم لقطع الغيار، لنهدف من خلاله خدمة القوات المسلحة. طبعا الاستثمار الأمثل هو في أبناء الوطن. بدأنا نستقطب الشباب السعوديين وتم تدريبهم وتهيبية عمل مناسبة لهم، وضع امتيازات جيدة تناسب حياتهم اليومية. أنصح الشباب أقول لهم يعني ما لكم عذر، اليوم عندنا امتيازات في زماننا ما كانت موجودة. قصة نجاحي أسميها ليس هناك شيء مستحيل.